ازيك يا حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ حضرتك ايه؟ انا سارة. ازاي حضرتك يا مدام سارة؟ هو انت مش عارفني خالص ولا فاكر انا مين؟ حضرتك انا مش عارفني انا ولا فاكر انا مين. انت يوسف. يوسف؟ حلو اسم يوسف. وحضرتك تقربي لي ايه بقى؟ اختي؟ لا اختك ايه، انا مراتك. مراتي؟ ارجوكي ما تقوليليش ان ده ابننا. لا ده زياد ابن اختي. الحمد لله. ابننا لسه ما جاش. هو خارج؟ لا خارج ايه، انا قصدي اقولك يعني ان هو لسه ما اتولدش. هات ايدك كده. خير يا مدام سارة؟ حاسس بايه؟ حضرتك تقريبا عندك انتفاخ. انتفاخ ايه ده؟ البيبي. البيبي عنده انتفاخ؟ لا انا قصدي اقولك ان انا حامل. حامل؟ طب الف مبروك. من مين؟ هيكون من مين؟ ما منك، ما انت جوزي. ايوه صح. طب هو البيبي ده ولد ولا بنت؟ نو 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 نو، انا قلت 100 مره مش عايزه اعرف، عايزاه سربرايز. حذاري تقول لي يا يوسف. حضرتك انا مش فاكر حاجه اصلا، انا هعرف منين؟ طب هو احنا ما كناش اخترنا اسم للبيبي بقى؟ بص، هو انا يعني كان نفسي قوي اسمي صبري او ميرفت، بس انت بقى كنت مصمم تسمي كادي او وجد او رويد او نيروز لو ولد، ويا جولناري انا هيدي ليساء يا ريمان يا ريفان لو بنت. بس والله الاسامي اللي حضرتك مختارها احلى بدل اسامي الكومباوندز اللي انا قايلها دي. برضو بس على فكره كلامك انت اللي هيمشي في الاخر. طب واحنا علاقتنا بقى كانت عامله ازاي مع بعض؟ يعني كنا بنحب بعض وكده ولا كنا مبهدلين بعض ومجرجرين بعض في المحاكم؟ لا لا لا، محاكم ايه، ده احنا كنا بنموت في بعض. امال حضرتك ليه سبتيني يحصل فيا كل ده ما دام انت بتحبيني؟ ما انا ما سبتكش بقى، ما انا اللي ايه اللي انقذتك من العصابه لما كانوا عايزين يخطفوك. امال انا كنت بشتغل ايه صحيح؟ انت مهندس. مهندس؟ ما شاء الله عليا والله. يعني ايه مهندس بقى؟ مهندس يا حبيبي، كنت مهندس كمبيوتر، بتعمل ابلكيشنز، برامج، سوفت وير كده يعني. يعني انا كنت ذكي بقى على كده؟ ولسه والله يا حبيبي ذكي. بس غريبه قوي. ليه؟ ده انت كنت ذكي وشاطر وناجح كمان. اصل منين انا ذكي وناجح وشاطر؟ ومنين اتجوزت حضرتك؟ طب بص بقى يا حبيبي، انت تفوق كده وترجع لعقلك وانت بتكلمني بدل ما ارجعه لك بطريقتي. على فكره مش قصدي خالص يا مدام ساره، انا قصدي يعني لو انا راجل عندي شغلي وناجح اكيد ما كنتش هبقى فاضي للجواز. فعلا انت فعلا ما كنتش بتبقى فاضي ابدا، وكنت بتبقى راميني في البيت، بس انا بقى عشان زوجه صالحه كنت بستحملك وما كنتش بفتح بوقي. بس اعذريني برضه يا مدام ساره، انا عايزك تحطي نفسك مكاني. انا واحد صحيت من النوم لقيت واحده قاعده جنبي بتقول لي ان هي مراتي وانها كمان حامل مني، وانا ما اعرفش يعني اذا كانت القصه دي حقيقيه ولا لا، خصوصا ان انا واضح اني كنت شاب شاطر وناجح، وكمان واضح من بيتي ان انا كان معايا فلوس. فبشتغلك بقى وبقول لك اني مراتك عشان تكمل معايا صح؟ مثلا. تمام، انا بقى هاخدك دلوقتي وهثبت لك ان انا ساره مراتك وان انت الباشمهندس يوسف جوزي. على فين؟ تعالى بس معايا. ما تفتحش لسه يا مدام ساره، انا مش عارف حضرتك مغمضه لي عينيا ليه، انا كده كده مش فاكر حاجه، يعني اي حاجه هشوفها هتفاجئ. حاسب سلمها تقع. لا افقد الذاكره بعد الشر. ها ايوه، ما تفتحش، قربنا. فتح. ايه ده؟ افتكرت. مساء الخير. ايه ده يا مدام ساره، مش تقولي لي ان احنا عندنا ضيوف؟ سايباني طالع بالبيجامه زي الاهبل كده. لا ما هو ده مش ضيوف، ده عايش معانا هنا. نعم، عايش معانا هنا ازاي يعني؟ عايش معانا يا يوسف عشان هو ده البروجكت اللي انت شغال عليه بقالك فتره وبتحكي عنه. مش فاهم ايه البروجكت في انك جايبه راجل موقفاه قدامنا، لا ومتنح لنا كمان. لا ما هو ده مش راجل. ايه ده، عيب يا مدام ساره، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا اسف جدا حضرتك، انا ما اعرفش منين الست دي اصلا. شغل له كده اي مزيكا هاديه يمكن يفتكر حاجه. ايه ده، افتكرت، انا عملت سماعه بلوتوث على شكل بني ادم. وقف، هو ده اقصى طموحك سماعة؟ أمال إيه ده؟ ركز معايا يا يوسف والنبي ركز، ده روبوت. الله، ده شبه البني آدمين بالظبط. طب والله برافو عليا، هو ده المشروع اللي أنا كنت شغال عليه بقالي فترة؟ شفت بقى أنت شاطر وذكي إزاي؟ طب وهو بيعمل إيه بقى غير إنه يشغل مزيكا؟ والله يا يوسف هو بيعمل كل حاجة تتخيلها وما تتخيلهاش. طب وبتتفاهمي معاه إزاي؟ عادي، اتكلم معاه كده. إزيك؟ أهلا سارة المجرمة. ايه ده، هو ليه بيقول لك مجرمه؟ لا هو قصده مجرمه دي اللي هو يعني انت بتت كلمه مجرمه كده يعني بيدلعني. عادي عادي. سلم على يوسف جوزي. ازيك؟ اهلا جو، الله يرحمك. ما ماتش والله ما واقف قدامك اهو. ضغط الدم 120 على 80، نسبه السكر في الدم في المستوى الطبيعي، ارتفاع خفيف
بسرعة ضربات القلب. ده عشان انت متحمس. ها افتكرت بقى؟ الذاكرة صفر. اه والله، بس بقولك ايه، هو عارف كل ده لمجرد ان هو سلم عليا؟ ده انت لذيذ قوي لذيذ. ما انا عارف. بقولك ايه، انا جاتلي فكرة حلوة جدا، احنا هنسميه لذيذ. اما فكرة؟ طب ما هو اوريدي اسمه لذيذ. بجد؟ ايوه، حتى ساعتها انت قاعد تتريق عليا وتقول لي يا ساره الناس بره يا ساره بيسموا الروبوت ساعتهم اليكسا شيميكسا، وفي الاخر يلف الزمن ويعجبك برضو اسم لذيذ. حلو لذيذ، بس حضرتك برضو ما قلتليش ايه البتاعه اللي هناك دي. ايه ده؟ ايه ده يا ساره؟